لماذا تنزف اللثة؟ إذا كنت تنظف أسنانك ورأيت دما ينزف من لثتك، فإن السبب المحتمل لذلك هو مرحلة مبكرة من أحد أمراض اللثة أو التهابات اللثة. تشكل الجراثيم الموجودة طبيعيا في الفم طبقة رقيقة لزجة على الأسنان تعرف باللويحة السنية، وقد يسبب التنظيف غير الجيد للأسنان وعدم إزالة هذه الطبقة بنزيف اللثة وتورمها وتحول لونها للأحمر. أول هذه الأسباب هو عدم تنظيف الأسنان. إذا أردت منع حدوث التهاب اللثة وإيقاف نزيف أسنانك، فعليك إبقاء فمك نظيفا واتباع نصيحة طبيب الأسنان بتنظيف أسنانك بمعجون يحتوي على الفلوريد مرة بعد كل وجبة وقبل النوم، وتنظيفها بالخيط يوميا، واستعمال غسول الفم المعقم، وزيارة الطبيب مرتين بالسنة للكشف المبكر عن أمراض اللثة قبل أن تسبب فقدان الأسنان. ثانيا، تغير عادات تنظيف الفم بالخيط وفرشاة الأسنان الخشنة. هل عاودت مؤخرا تنظيف أسنانك بالخيط بعد مدة من التوقف؟ أو بدأت بهذا الروتين حديثا؟ ستلاحظ غالبا ظهور الدم في أثناء تنظيف أسنانك حتى تعتاد لثتك روتين التنظيف الجديد. لا تسمح لرؤية الدم ينزف من لثتك بأن يدفعك للإقلاع عن هذه العادة الصحية. ستعتاد لثتك الروتين الجديد بعد أسبوع تقريبا. يزيل التنظيف بالخيط اللويحات السنية ويساعد على منع نزيف اللثة. وقد تؤذي شعيرات الفرشاة الخشنة أيضا اللثة الحساسة، وقد يكون النزيف إشارة إلى حاجتك إلى فرشاة أنعم أو أنك تفرش أسنانك بحدة. اشتري فرشاة ناعمة وحركها ذهابا وإيابا وفي أثناء تنظيف أسنانك ولثتك كي لا تجرحها. التدخين والحمل أيضا تبلغ احتمالية إصابة المدخنين بأمراض اللثة ضعفي احتمالية إصابة غير المدخنين، إذ تضعف المواد الكيميائية الموجودة في التبغ تضعف الجهاز المناعي، فلا يستطيع المريض مقاومة العدوى وإنتانات اللثة، ويؤخر التدخين شفاء اللثة عندما تجرح، وتزداد أذية اللثة بزيادة المدة التي قضاها الشخص بالتدخين وبزيادة استهلاكه للتبغ. أما الحمل فقد تسبب تغيرات الحمل تدفقا دمويا كبيرا في اللثة التي تتورم ويتحول لونها إلى اللون الأحمر وتنزف بسهولة أكبر، وتصبح اللثة أكثر عرضة للإصابة بالجراثيم التي تسبب تشكل اللويحات السنية، ويعرف التهاب اللثة في هذه الحالة بالتهاب اللثة الحملي. إن التنظيف الجيد بالفرشاة والخيط مهم جدا في أثناء الحمل، ويجب تجنب تناول الحلويات والسجائر لحماية طفلك وأسنانك. التوتر والضغط للضغط تأثير أكبر من التأثير في الحالة العقلية، قد يكون له تأثير حقيقي وطويل الأمد في صحتك الجسدية، فعندما تتوتر ينتج جسمك مواد كيميائية تسبب التهاب اللثة. عندما تكون مستاء قد تتناول الكثير من الحلويات أو تشرب الكحول وتدخن، تزيد كل هذه العادات غير الصحية في نمو الجراثيم في الفم. الإصابة بتشمع الكبد يسبب هذا المرض تندبا في الكبد، ومع الوقت لا يصبح الكبد قادرا على إزالة السموم في جسمك، ومن علامات التشمع النزيف متضمن من الرعافة ونزيف اللثة. توجد علامات أخرى مثل تغير الجلد لون الجلد عفوا واصفرار العينين ونقص الوزن وألم في الجهة اليمنى من البطن حيث يوجد الكبد. أسباب وراثية إذا كان أحد أفراد أسرتك يعاني لثة غير صحية، فقد يكون لديك جين موروث يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزيف اللثة. لكن الجينات ليس قدرا محتوما، قد تستطيع معالجة المشكلة بالاعتناء بلثتك وأسنانك وزيارة الطبيب لإجراء فحوصات منتظمة.